الأقصر بعد ما اتخرجت على طول، علشان أنا كنت بحلم إن أنا أروح الأقصر دي من زمان أسمع عليها. كان الدفعات اللي قبلي كان فيها يوسف فرانسيس وناجي كامل ناجي شاكر وناس كده من الناس الجامدين قوي الدفعة اللي قبلي، فكانوا لما جم حكوا لي عليها أبهروني زيادة وشوقوني إن أنا أروح. فأول ما اتخرجت قدمت إن أنا أروح، يعني هناك عشان تستحمي بتولعي وابور جاز وتحطي عليه صفيحة مية في حتة خارج الحتة اللي انت عايشة فيها بره في الجنينة عشان تستحمي مثلا، يعني كل واحد عنده اللمبة الجاز بتاعته ماشي بيها يروح أوضته ولا يطلع. وبعدين المعايشة مع بعضينا عاملين ميس في أوضة، لو رحتي المرسم دلوقتي هتلاقي الأوضة دي اللي مرسوم فيها فنانين رسمين نفسهم، ناجي ويوسف وناجي كامل وناجي شاكر هتلاقيهم مرسومين على الحيط. طول الشهر المكافأة بتاعتنا 12 جنيه طبعا دي بتجيبيها ما بتجيبش بيها ساندويتش دلوقتي يعني، لكن دي احنا طول الشهر عايشين هناك ب 12 جنيه عشان بنت. أول سنة كانت صعبة شوية نفسيا يعني المراقبة، بس أنا لأني حبيت الناس وحاولت إن أنا أتعرف عليهم في بيوتهم ويعرفوني أكتر فخدنا على بعض بسهولة بعد كده. فبقت تاني سنة خلاص التحدي ده راح، أدوس ده الحاجات الفخار اللي بيحطوها في الساقية تعرفوها بيربطوها في الساقية وليها فتحة كده عاملة زي القدرة ليها فتحة، فكنت أجيب الأواديس اللي مرمية واحطهم الاواديس كده احط الخشب عليهم وبعدين اجيب شيلان من اللي بيلبسوها البنات الملونه واغطيهم ترابيزه نفس الحكايه. فكان بيجي الاجانب عندي نهار ما يجوا لي بالقعده دي يقولوا لي احسن ما عندش خالي يقعدوا، حاجه جميله جدا كل اسف ما عرفناش نحصل عليها تاني. يا احنا ملناش كان دعوه بالسياحيه، السياح بيجوا يتفرجوا على المعابد قول الله وحاجات كده لا احنا المعابد بنروحها كان مع مفتش الاثار او حاجه عشان يشرح لنا ده كان بمناسبه ايه، او من غير ما حتى مفتش اثار من رؤيتنا احنا للتكوينات للالوان يعني بنستفيد من ده اكتر. ده بالاضافه للي كله اللي قلته لك قبل كده معايشه الناس والجبل مختلفة ما فيهاش سياحة يعني. الناس هناك اللي كانت عايشة ونقلوها رحت زرتهم بعد ما نقلوها في التسعينات بعد التسعينات، حتى الصور اللي انا متصورها معاها تقولي ما اقدرش اشيلها من قدامي، يعني شوف العلاقة من الستينات للتسعينات وحتى الصور اتنقلت من البيت وحطها، فالعلاقة علاقة حب شديد. وزينب دي كبرت خلفت وروح لها بيتها باستمرار واولادها ما عندكيش فكره الفرحه اللي بتبقى موجوده عندها لما نتقابل، وانا بفرح بيها قوي. وزينب الثانيه هم زينبات كتير كذا واحده زينب مقبره قديمه قوي مهدوده طبعا كلها، فانت بتخشيها كانها مغاره عاليه قوي وكبيره قوي كلها احترام عامله كده، وهم بقى عاملين الاشكال الغريبه الحلوه بتاعتهم دي اشكال حلوه قوي اللي يحطوا فيها اللمبه واللي يحطوا فيها العيل واللي يحطوا فيها الغله والحاجات دي واللي يحطوا فيها الحمام، اشكال كتير جوه مبنيه بالطين جوه المغاره دي وكانوا عايشين فيها. ورحت ماضي كل اسف رحت ادور عليها لقيتهم دهنوها بس متصوره عندي، يعني انها فعلا سنين بحلم بيها كانت سنين تحول جميله يعني. اعملي بقى رجعنا للمدينه تاني بس ما ذاكرتش كما يجب، الحاجات اللي ما بحبهاش اهملتها زي الكيمياء وغيره، وجبت ما حاجه ما تدخلش الطب يعني. كان ممكن اخش كتير اي حاجه تانية صيدله زراعه مش عارف ايه، قلت له فول جميل هو يقول لي كنت تفيل على الطب معلش فول جميل اوكي دخلت.
قوي، كان من الايام دلوقتي خالص يعني، فنون جميله كان فيها الاستاذ بكار كان استاذي، كان من حظي الحلو ان انا اتعايش مع الاستاذ بكار وتفضل علاقتي بيه لغايه ما توفى. عملوا لي مره مثلا شخصيه الاسبوع، كان بيعمل كل مره شخصيه استاذ طارق باي حد، عملوا لي شخصيه الاسبوع بقى تيتا ملك، كان اسمي تيتا هناك من سنه اولى لغايه ما اتخرجت وانا اسمي تيتا. ممكن حد يقابلني دلوقتي يقول لي تيتا عادي. عشان كنت بقول لهم يلا يا اولاد يلا، حاضر يا تيتا، يلا يا اولاد حاضر يا تيتا ماشي. كان من اول الانطباعات الاولانيه عندي في الاقصر، علشان رحنا فوجئنا ان طبعا مفيش كهرباء، واحنا ماشيين دايما في كل حته بالليل باللمبه، فدي ايحاء من الوضع اللي كان ماشي يعني. فدولت من الموديلات اللي كنا بنشتغل معاهم، طبعا لبسهم كان بالنسبه لنا مختلف ومتميز، وشكلهم بنات زي العسل. دي زينب كانت صغطوطه قوي زي ما انت شايفاها كده، ودي برضو زينب تانية، دي زينب بنت جعيد، ودي زينب بنت سلامه، ودي عيشه. ونهاريها كانت تجربه ظريفه قوي، ان احنا قمنا في الفجر والدنيا لسه ما نورتش قوي عشان نروح في الدير ده قريب، دير المحارب. ففوجئت ان الناس ماشيه بالكتير، جايين من البلاد ومن الجبال ومش عارفه ايه زي كده. فاحنا رحت صلينا ورجعنا، قفلت على روحي الاوضه ورحت رسمها وهنا هي سخنه على طول. فالاحساس بتاعها تلاقيه فريش جدا، ساعه ما رجعت على طول كان حاجه ظريفه قوي، كان اول مره اشوفها يعني. مش هيهمني حاجه من الكلام اذا قال او بصولي او عملولي يعني، الحاجات اللي كانت ضايقتني شويه من كلام الناس او من نظرات الناس، ان دي بنت وجايه تعمل ايه في الجبل، وشوفوا بتتصرف ماشيه طالعه فين جايه منين، ما بقاش هممني ده. فدي فيها نوع من عملتها باحساسي اول ما رحت يعني، ان انا هاجي السنه دي وهاجي السنه الجايه وهاجي كل سنه، وهستمتع جدا بالمكان وبحبه، وفيها انا عنايه زي ما هم بيبصوا لي انا ببص لهم، وهشوفهم ويعرفوني ويعرفوا يعني. عشان كده هتلاقيهم يمكن انها نفس الفتره، نفس الشهر، نفس الوقت اللي رحت فيها، هتلاقيهم الالوان قريبه، درجه السخونه اللي في اللون موجوده فيها. اللبس ده انا كنت عاملاه عشان ما حبيتش ان انا البس بنطلون بس في وسط الناس اللي هناك اللي هيبصوا البنت اللي رايحه دي ايه دي. ف عملت جونيلا فوق البنطلون عشان ابقى اتحرك براحتي، والزي ده بقى كنت بقلب فيه اشكال والوان بس بنفس الشكل طول ما انا في فتره المرسم هناك. بعد ما مشيت وكنت خلاص بقفل باب اوضتي وبودع كتبت عليها ارجو لمن ياتي بعدي ان تكون هنا اجمل ايام كما كانت لي، ورحت ماضيه.